فإله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها السادة والسيدات، اللقاء الثاني اليوم نعيشه في مقارنة بين العلمانية والإسلام، أيهما أفضل؟ لأعتبر نفسي أنني محايد، أريد أن أتبع العلم. قلنا في اللقاء الماضي المسلم يقول ديني هو الأفضل، والعلماني يقول القوانين التي أتبعها في العلمانية هي الأفضل. طيب ما هو الحكم بينهما؟ الحكم هو الحقائق العلمية، كل شيء ثبت علميا يقينا طبعا أنه مفيد لي أنا شخصيا ينبغي أن أتبعه. إذا أردت أن أتبع العلم وأتبع المصلحة الشخصية التي تفيدني، كل شيء ثبت ضرره ينبغي أن أبتعد عنه، هذا ما يقوله العلم. دعوني أولا أطلع على ما يقوله العلم عن موضوع الإيمان باليوم الآخر وبجهنم وبالحساب والعذاب، ثم نطلع على ما يقوله الإسلام، ثم نطلع على ما يقوله العلمانيون. وأترك لك عزيزي المشاهد حرية الاختيار، أنت حر اتبع ما تشاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. جامعة كنت قامت بدراسة نشرت على موقع ديلي ساينس بتاريخ 14/5/2015، تقول بالحرف الواحد إن الإيمان باليوم الآخر ضروري جدا لحياة البشر. نتيجة تقررها جامعة عالمية معروفة، جامعة كنت، في دراسة علمية محايدة، ليست دراسة إسلامية. تقول أيها الأحبة هذه الدراسة إن جميع الدراسات العلمية السابقة تقول إن الموت هو أكبر لغز في حياة أو في تاريخ البشرية، وأن سلوك الإنسان، دققوا أيها الأحبة، سلوكك أيها الإنسان يختلف تماما أثناء التفكير بالموت عن سلوكك في الوضع الطبيعي. يعني أنا الآن إذا جلست وبدأت أفكر بالموت وكان عندي مشروع أخطط له، مشكلة أحاول حلها، مخاوف معينة، مرض معين، مجموعة من العوامل تؤثر في دماغي وفي سلوكي، فتجعلني هذه العوامل أسلك سلوكا معينا. عندما أفكر بالموت، أفكر أنني سأموت بعد قليل، يتغير سلوكي بالكامل. هذه دراسة تقررها جامعة كنت، حيث يؤكد الباحثان الدكتور أرنود ويسمان وناثان هيفليك من جامعة سكول أوف سايكولوجي أن الإنسان يفقد الأمل أثناء التفكير بالموت، يفقد الأمل في الدنيا أو في الحياة يعني، ولكن الإيمان باليوم الآخر يعزز الأمل لدى الإنسان أثناء التفكير بالموت. دققتم أيها الأحبة؟ قاموا بتجربة خطيرة من نوعها، جعلوا أناسا ملحدين أصلا يفكرون بالموت وراقبوا أدمغتهم. هناك أجهزة يستخدمونها كثيرا، هي أجهزة المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي. هذا الجهاز يقيس نشاط الدماغ ويتعرف على المناطق التي تنشط أثناء التفكير بقضية ما. النتيجة التي يقررها العلماء
أن الإنسان بحاجة للأمل ليعيش حياة سعيدة، لذلك هو يكره الموت. وبالتالي ليست المشكلة في الموت نفسه، بل المشكلة فيما بعد الموت. طبعا أيها الأحبة، أنا قبل أن أكمل يعني أود أن أقول لكم، هناك دراسة أيضا تقول إن أداء الإنسان يتحسن جدا عندما يفكر بالموت، تحدثنا عنها وربطناها بحديث نبوي. الحقيقة أيها الأحبة، ما الذي يجعلك إذا فكرت بالموت يتحسن أداؤك ويكون لديك شيء من الأمل؟ الإيمان أن هناك إله وهناك يوم آخر. هذه نتيجة وصل إليها العلماء كما قلنا في جامعة كنت. حرفيا يقولون، أنا أقرأ العنوان، Afterlife Belief، الإيمان باليوم الآخر، Preserves Hope، يعزز الأمل، يعزز الحب، يعني يخفف ضغوط الموت، ضغوط التفكير بالموت. إذن الإيمان أيها الأحبة باليوم الآخر ضروري جدا جدا لحياة أفضل ولطمأنينة أفضل. إذن أنا من مصلحتي كإنسان عادي أن أؤمن باليوم الآخر لكي يعني لا أخاف من الموت، لأن الموت سيأتي. الآن أيها الأحبة، هناك دراسة أيضا غريبة، يعني أنا أتفاجأ كيف يقوم هؤلاء الملحدون والعلمانيون بمثل هذه الدراسات، أتفاجأ الحقيقة. جامعة أوريغون عام 2012، طبعا البحث منشور أمامي على ساينس ديلي، موقع شهير ومعروف، يقول بليف إن هيل، الإيمان بجهنم، طبعا according to international data، وفقا لمعطيات عالمية، يعني يرتبط بمستويات أقل، reduced crime، مستويات أقل للجريمة. دققوا أيها الأحبة، إذن هذه إحدى الفوائد التي أثبتتها جامعة أوريغون في دراسة أجريت 2012 على مجموعات من الذين يؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بوجود عذاب وعقاب يوم القيامة وهو جهنم. فإن الجرائم المرتكبة في المجتمع الذي يؤمن بوجود جهنم واليوم الآخر أقل بكثير من نسبة الجرائم المرتكبة في مجتمع لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بجهنم. هذه دراسة منشورة على موقع ساينس ديلي. أرجو من الملحدين والعلمانيين ألا يشككوا، لأنهم لن يستطيعوا أن يشككوا بحرف واحد. أيها الأحبة، قدمنا أكثر من 1000 دراسة علمية، نتحدى أن يأتي أحد ويشكك بحرف واحد، لأن كل مراجعنا من جامعاتهم ومن أقوالهم ومن علمائهم. أيها الأحبة، وجد الباحثون أن الإيمان باليوم الآخر وبعذاب جهنم يساهم بشكل كبير في الابتعاد عن الجريمة. الإيمان بالله يحمي الشباب من الانحراف. الدراسة تدعو إلى ضرورة تعزيز الإيمان بالله لدى فئة الشباب والمراهقين لحمايتهم من الجريمة. سبحان الله أيها الأحبة، والله يعني الإنسان يعجب كيف يمكن أن يقول لك إنسان لا تؤمن بالله ولا تؤمن باليوم الآخر وهذا أفضل بالنسبة لك؟ أنا أستغرب من يصدق هذا الكلام. هذه جامعات عالمية تؤكد أن الإيمان بالآخرة يمنح الأمل للناس، الإيمان بوجود عذاب يوم القيامة يحمي المجتمع من الجريمة. تريدون أن تنتشر الجريمة في هذه المجتمعات بسبب الإلحاد؟ طيب،
الآن أنا لدي باحث الدكتور أندريو نيوبرغ. هذا الباحث متخصص بعلم الأعصاب وألف كتابا عن ضرورة الإيمان بالله وباليوم الآخر وبعذاب الله سبحانه وتعالى، وقال إن الاعتقاد بوجود إله لهذا الكون ضروري جدا من أجل صحة أفضل نفسيا وجسديا، حتى إنه ألف كتابا، وهذا باحث أمريكي على فكرة ليس مسلم، كيف يغير الله دماغك. الدماغ تتغير الأنشطة في الدماغ، العمليات الفيزيولوجية، برمجة الدماغ تتغير عندما تعزز إيمانك بالله. لذلك يعني نجد أن القرآن يخاطب المؤمن يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، أي جددوا إيمانكم باستمرار. نحن بحاجة لتجديد هذا الإيمان لأن فيه منفعة شخصية أولا ومنفعة يوم لقاء الله تبارك وتعالى. حتى إنه قال الإيمان بالله لا يكفي، ينبغي أن تمارس العبادة والصلاة لله تبارك وتعالى، لأن ذلك يقوي النظام المناعي ويساعد على شفاء العديد من الأمراض ويحسن صحة الدماغ وقدرتك، يحسن قدرتك على اتخاذ القرار. شيء غريب أيها الأحبة، أنا لدي هنا دراسة يعني أيضا غريبة جدا تقول بأن الأطفال يؤمنون بالله بالفطرة. أمامي هنا أيها الأحبة جامعة أكسفورد. أنا كما قلت لكم لا أقرأ في مراجع إسلامية ولا أبحاث ولا دراسات، المراجع التي أخذها معظمها علمانية لكي يعني يكون كلامنا واضحا ولكي لا يأتي أحد ويشكك بهذه الدراسات. هذه جامعة أكسفورد تقول إن البشر، الجنس البشري، يميل فطريا للإيمان بالإله واليوم الآخر فطريا. طيب أنت أيها العلماني تقول لي لا تؤمن بالله ولا تؤمن باليوم الآخر وأنت حر فيما تقول، أنت تخالف نظرية التطور التي تؤمن بها. هذه الأبحاث أجريت، علماء يؤمنون بنظرية التطور هم من قاموا بها، أنت تخالف، يعني أنت متناقض مع نفسك. الباحثون في جامعة أكسفورد أيها الأحبة يقولون إن الاعتقادات الدينية بشكل عام تختلف من ثقافة لأخرى وتأتي حسب التعاليم التي يلقنها الآباء للأبناء. تمام؟ إذن الإيمان بالله أو بالدين بشكل عام يخلق مع الإنسان، يولد معه، كل إنسان يولد مؤمن بالله، أنت تحوله لملحد بسبب تعاليمك أنت كما تقول جامعة أكسفورد. الإنسان الطفل يولد وهو مبرمج ومهيئ فطريا وطبيعيا وتطوريا للإيمان بالله تعالى. طيب هذا الشيء الثاني. الآن أيها الأحبة أنا لدي هنا بحث نشر في مجلة الطب النفسي الأمريكية، المجلة الأمريكية للطب النفسي، تقول بأن الملحدين لديهم ميل للانتحار أكثر من المؤمنين لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الإلحاد كما تقول هذه المجلة يطور لدى الملحد فكرة أن يكره نفسه ويريد التخلص منها لأنه ليس لديه هدف بعد الموت، فالموت بالنسبة له هو النهاية، فإذا ما تعرض لضغط نفسي شديد تكون قدرة هذا الملحد على تحمل الضغوط أقل بكثير من المؤمن، لأن الملحد ليس لديه أمل بعد الموت فيتخلص من نفسه، المؤمن لديه أمل كبير باليوم الآخر
فتجده يحب الحياة، يتحمل أكثر بأضعاف مضاعفة من الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. الحقيقة أيها الأحبة، يعني أسرار كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا. الآن رأينا ماذا يقول العلم عن أهمية الإيمان باليوم الآخر وبجهنم. ماذا يقول الإسلام والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما؟ المؤمن في حالة خوف وفي حالة استعاذة بالله تبارك وتعالى يستجير بالله عز وجل من عذاب هذه النار. هذا الإيمان داخل هذا الإنسان يعزز لديه الامتناع عن الجريمة، الامتناع عن إيذاء الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم يتذكر جهنم، كل يوم أكثر دعائه كان: اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. دعاء يكرره باستمرار النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليعلمنا أن نتذكر جهنم في كل لحظة، لأن تذكرك لنار جهنم يمنعك من الكذب، يمنعك من الانحراف، يمنعك من الغش، من الخداع، يمنعك من أذى الآخرين، من النميمة على الآخرين، يجعلك أكثر صبرا على أذى الناس لك، أكثر تحملا لأذى الناس، و يعني أقل خوفا من المستقبل، من المجهول، لأنك تؤمن بوجود عذاب. إذا أخطأ أحد بحقك تعلم أن هذه جهنم بانتظاره، أو أن الله سيأخذ حقك من هذا الذي أخطأ به، أو ممن ظلمك، أو ممن أساء إليك، فترتاح نفسيا. الإسلام أيها الأحبة ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، التوراة والإنجيل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا بالضبط ما تريده العلمانية منك، تريد أن تحرفك باتجاه الضلال البعيد، تبعدك، تحرفك كثيرا. تصور مثل سيارة تسير أو قطار يسير على سكة حديدية بشكل آمن ثم انحرف فجأة، ما الذي يحدث؟ كوارث. العلمانية ماذا تقول أيها الأحبة؟ تقول لك ليس من الضروري أن تؤمن باليوم الآخر، ليس من الضروري أن تؤمن بالله، ليس من الضروري أن تخاف من جهنم، ليس من الضروري أن تؤمن بالأديان، أنت حر، تتركك في ضلال بعيد. الإسلام لا، الإسلام لا يتركك. أنت إذا شاهدت رجل أعمى، بالمنطق أيها الأحبة، إذا شاهدت رجل أعمى يسير باتجاه حفرة سيقع فيها، وجاء شخص يقول لك اتركه يفعل ما يشاء، هذا الشخص مجرم، لأنه لو وقع في هذه الحفرة وهو قادر على أن يهديه إلى الطريق الصحيح، لو تركه يقع لكان شريكا في الجريمة، مجرم. أن تترك إنسان في ضلال بعيد أنت شريك له إذا لم تنبهه. لذلك أيها الأحبة لا تتصوروا أن القضية سهلة وأننا سنقف أمام الله عز وجل لن يسألنا عن شيء، لا، سيسألك عن كل إنسان أنت قادر أن تهديه ولو بكلمة ولم تفعل، ستسأل عن كل إنسان من أقرب الناس لك وحتى جارك وغيره وغيره وزميلك في العمل، وكل هؤلاء الناس ستسأل عنهم يوم القيامة
لماذا لم تقدم لهم النصيحة على الأقل؟ أنت تراه يسير باتجاه الهاوية، ألا ترشده؟ إنسان يريد أن ينتحر، نأتي بمثل آخر، وجاء شخص يقول لك اتركه ينتحر، هو حر، أليس هذا شريكا في الجريمة إذا كان قادر على إنقاذه؟ حتى القانون يعاقبه أيها الأحبة، القانون الذي وضعته أيها العلماني بنفسك يعاقبك إذا لم تنقذ إنسان وأنت قادر على إنقاذه، تعتبر شريكا لأنه كان بإمكانك أن تنقذه ولم تفعل فتسببت في موته مثلا. طيب كيف تقول لي أيها العلماني أعبد ما تشاء، لا تؤمن بالله، لا تؤمن باليوم الآخر، لا تؤمن بوجود عذاب، لا تؤمن بوجود آخرة، لا تؤمن بأن الله سيحاسب البشر، أنت حر افعل ما تشاء، ثم تقول لي أن هذا هو الصحيح؟ لا، هذا غير صحيح، هذا يتناقض مع العلم، يتناقض مع مصلحتي أنا الشخصية. أنا كإنسان أريد أن أعيش حياة مطمئنة، أحب أن يأتي من ينبهني لأخطائي. إذا كنت أسير في باتجاه حفرة، باتجاه التهلكة، أتمنى أن يأتي من ينبهني. ونحن هنا أيها الأحبة ننبهكم، أيها العلمانيون والملحدون ننبهكم، أن الطريق الصحيح أمامكم هو طريق واحد سيوصلكم إلى الله وإلى الله المصير. إذن العلمانية من جديد تفشل أيها الأحبة في أن تنقذني من المهالك، تنقذني من نار جهنم، من عذاب الله، وتنقذني من الجريمة، لأن الإيمان بعذاب الله وبجهنم يحميني ويحمي أولادي ومجتمعي من الجريمة. فكيف تقول لي لا تؤمن بالله أو أنت حر آمن بما شئت؟ إذن أنت تترك الناس يضلون ضلالا بعيدا. أختم أيها الأحبة بحديث أنا أحبه كثيرا، مريح للنفس، وفيه تحذير لمن يكره لقاء الله عز وجل أو لا يؤمن أصلا بلقاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المتفق عليه: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الصحابة يستغربون، يعني هل يوجد أحد يكره لقاء الله؟ انظروا كيف أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. المؤمن يرى الجنة لحظة الموت. على فكرة أيها الأحبة، المؤمن أسعد لحظة من لحظاته في الدنيا كلها هي لحظة الموت، لأنه يرى الجنة والنعيم، وهذه اللحظة هي التي يتخلص منها من هموم الماضي والمخاوف والظلم والمشاكل، ويرتقي إلى رب عظيم كريم سبحانه وتعالى. أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. طيب ماذا عن الكافر؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه يرى جهنم، يرى ملائكة العذاب تأتيه في هذه اللحظة الخطيرة، يكره كره لقاء الله وكره الله لقاءه. اللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك، وممن يكون أجمل يوم في حياته هو يوم نلقاك وأنت راض عنا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نتناول جانب آخر من جوانب العلمانية أم الإسلام، أيهما أفضل؟ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أإله مع الله، تعالى الله